الندوه الموضوع ديالها اليوم كيتمحور حول الدور ديال الشركه ديالنا الناشئه وكذلك الدور ديالها في الابعاد المجتمعاتيه خصوصا في القاره الافريقيه، لاننا كيف كنعرفوا بان في القاره ديالنا كتواجد اكثر من 600 مليون شخص محتاجين للاناره، وهاد الناس هادو ماشي غير الاناره اللي هو هدف ديالهم الهدف ديالهم في الحياه، ولكن الهدف ديالهم هو خلق انشطه اقتصاديه متعلقه ب بموضوع مهم اللي هو الاناره. اليوم الاسئله غتكون موضوعيه حول الدور ديالنا، كيفاش كنخلقوا تاثير عند هذه المجتمعات، كيفاش اننا كنوعيو بالطاقات المتجدده، كيفاش اننا كنخلقوا كرامه متحده لجميع الفئات. اليوم نتواجد في المعرض الدولي للكتاب في موقع المجلس الوطني لحقوق الانسان للتحدث حول يعني موقع المجتمع المدني في تطبيق حقوق الإنسان ومشاركة المواطنة في إطار الديمقراطية التشاركية. اليوم نتكلم عن مبادرتنا الخاصة اللي هي مبادرة مكتب المواطن، التي من خلالها نحاول تنزيل مفهوم مشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية في جميع الجماعات الترابية في المملكة المغربية، وهذه فرصة أيضا لتطوير جميع التزامات المملكة المغربية الدولية في مجال حق الوصول للمعلومة، في مجال المشاركة المواطنة، وأيضا في مجال تبسيط الإدارة. فمشاركتنا اليوم هي للتعريف بهذه المبادرة وأيضا لتقوية حضور المقاولات الاجتماعية والمجتمع المدني في تطبيق التزامات المملكه المغربيه الدوليه. انا يمكن لي نعتبر راسي فاعل في لا سوسيتي سيفيل، كنخدموا برينسيبالمون مع الاطفال وليكوسيستيم ايدوكاتيف لو تيسو كامل اون ترافاي افيك لو كور بروفيسورال، طلبه، تلاميذ، في كل ما يخص المجال التعليمي. نعم، شويه على المبادره. المبادره كتخص برينسيبالمون لامبليكاسيون ديال الشباب في لا سوسيتي سيفيل، شنو يمكن نديرو كشباب، شنو يمكن نديرو كفاعلين جمعويين، شنو يمكن نديرو كشركات صغرى او كبرى في المجال التربوي. دوك كنديروا بزاف ديال المبادرات، بس كنشاركوا كنديروا بزاف ديال التجارب، وكنظن ان هذا الشيء مهم بزاف حنا كشباب نشاركوا في هذا النوع ديال المبادرات، وان الصوت ديالنا خصو يتسمع. وكما كانت المشاركه ديالنا كانت بسيطه ولا غير بدينا المشاريع ديالنا، كنظن ان هذه تقد تكون زعما تسهل بزاف ان نزيدوا بالقدام وتعاون بزاف اللي كبار واللي يقدوا يتاخذوا بزاف ديال الاجراءات.